ماتش النهارده هل كان مفاجئا لناقد ومحلل رياضي زيك ولا كنت متوقع كده؟ اولا مبروك لحضرتك، مبروك لكل الشعب المصري. الاداء مش النتيجه، الاداء مش النتيجه. حضرتك لو فاكر ان لما كنا بنتكلم على السنغال كنت بقول لك ان انا مش خايف من السنغال خالص، اللي هي في المباراه الفاصله وكاس العالم. انا خايف مننا احنا، ان احنا حتى الان مش مصدقين المجموعه الحاليه. مجموعه جيده جدا جدا، والمدير الفني ومدير الفني جيد جدا، لكن مش مصدقين ان هم غالبا بيلعبوا مع منتخب مصر، وان منتخب مصر ده منتخب كبير ومنتخب صاحب تاريخ كبير جدا، فكان لازم يصدقوا ده. مباراة كوت ديفوار، عشان كده انا بعتبر مثلا مباراة كوت ديفوار هي البداية الحقيقية للجيل الحالي. بطاقة التعريف ليه مع الجمهور المصري. ايه اللي كان ناقص الجيل الحالي ده؟ الروح دي، الشخصية دي. دي كانت أكتر حاجة ناقصة الجيل الحالي. فعشان كده مثلا ما كنتش مستغرب النهاردة مع المغرب المستوى اللي ظهر بيه، لأن خلاص هم فازوا بمباراة كوت ديفوار. فالمباراه يمكن بالنسبه لبعض تكون فوز وصعود من دور 16 لدور الثمانيه، لكن هي اكساب ثقه وتقل للمجموعه الحاليه دي، هتسهل عليهم بعد كده بطولات كتيره جدا، وهيلعبوا بضغط اقل بشكل كبير جدا. وده ظهر النهارده مثلا في مباراه المغرب. صحيح كان في تنشنه شويه، لكن المستوى كان افضل كمان من مباراه كوت ديفوار. كنا بنروح للجون كتير وبنصنع وبنسجل جول في الوقت الاضافي الاول. بدانا المباراه بشكل صعب جدا، اتسجل فينا هدف لكن قدرنا نكمل وقدرنا نرجع. ده اللي كان ناقص منتخب مصر، واعتقد ما بقاش مفاجئ بالنسبه لي ان هم يبقوا بالشكل ده، لان خلاص هم خدوا الدفعه اللي هم كانوا محتاجينها، وادوا كمان الجمهور اللي كان محتاجه علشان الجمهور يثق فيهم ويدعمهم، وما نسمعش نغمه ده بيلعب في الاهلي ده بيلعب في الزمالك والخناقات اللي بتحصل بين الجمهور ده. الناس كانت الجمهور كان محتاج فوز كوت ديفوار، والمنتخب كان محتاج فوز الكوت ديفوار. فبعد كده ما بقاش بالنسبه لي مفاجئ، لان في روح في اداء في عزيمه عند المنتخب، وده اللي احنا كنا محتاجينه. لكن كمستوى فني ما كانش عندي شك في المجموعه الحاليه، ولا كان عندي شك مع المدير الفني، حتى لو انا مختلف مع بعض اختياراته ومع بعض افكاره.